من جديد يعيد التاريخ نفسه دون أن يستغرق عقودا ولا قرون. بعد 76 سنة فقط من النكبة الأولى يمارس الاحتلال الإسرائيلي كل معاني التهجير والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. الشعب الذي يعيش مأساة حقيقية لكنه يقاوم كمقاتل الأساطير بروح لا تقبل الهزيمة مستمرة في النضال تحت آخر قطرة دم، ولن يقبل تحت أي ضغط بصفقات ملوثة بدم شهدائه. بحضراتكم جولة جديدة من جولات اليوم هنناقش فيها أهم وآخر الأخبار المحلية والعالمية. بداية جولة اليوم هتكون مع توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالطبع اليوم إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية واللي بتعقد بمدينة المنامة. طبعا مشاركة السيد الرئيس بتأتي في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصفوف العربية، وده في ضوء المرحلة الحرجة جدا التي تمر بها المنطقة العربية والتحديات الكبيرة التي تواجهها على مختلف المستويات. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال إن القمة العربية سوف تناقش باستفاضة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأيضا جهود حلحلة الأزمة الحالية لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وحماية القطاع من المأساة الإنسانية التي يتعرض ليها واللي بتتفاقم بالطبع حاليا في ضوء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية. كل هذا يستدعي موقف واضح رافض لهذا التحرك من المجتمع الدولي. أضاف أيضا المتحدث أن القمة ستتناول الأوضاع في عدد من الدول العربية الشقيقة وكيفية استعادة الاستقرار بالمنطقة في خضم الأزمات الكبيرة اللي بتتعرض لها المنطقة، خاصة في ظل المتغيرات المتلاحقة على المستويين سواء المستوى الدولي أو الإقليمي. ده طبعا إلى جانب متابعة جهود العمل العربي المشترك لدعم مسار التنمية لصالح الشعوب العربية كافة. أشار أيضا إلى أنه من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية مع أشقائه القادة العرب على هامش هذه القمة لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك. لمزيد من التفاصيل والمتابعة حول هذه القمة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية يا فندم، برحب بحضرتك معنا طبعا. أهلا بك يا فندم.
إذن ظروف استثنائية حرجة وتوقيت غاية في الصعوبة، ليس فقط في عمر القضية الفلسطينية ولكن للمنطقة ككل. أهم التحديات التي ستواجه مخرجات هذه القمة برأيك؟ يعني أعتقد أنه الظروف والملابسات مختلفة بشكل كبير هذه المرة عن قمم عربية سابقة عديدة. يعني بتصور أنه الجانب العربي هيبقى شاعر بإحساس كبير بالرضا من ما تم تحقيقه من إنجاز، لأنه الجهود اللي بذلت على مستوى الأمانة العامة وعلى مستوى مجلس الجامعة العربية وفي إطار التحرك صوب مجلس الأمن، إحنا بنتكلم على عدة مشروعات قرارات، بنتكلم على دور للمجموعة العربية للسفراء هناك، للجنة اللي كانت شكلت في إطار المجلس الوزاري العربي بشأن متابعة هذه القضية، بنتكلم على التحرك في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة مش مرة أكثر من مرة، بنتكلم على التحرك في إطار محكمة العدل الدولية، حتى ولو كانت الدعوة اللي تم رفعها في أول مرة كانت من خلال جنوب أفريقيا، إنما نتذكر جميعا أنه الجميع تحدث أمام المحكمة، كثير من الدول العربية الجامعة العربية، بنتكلم على تحركات أيضا وبيدفع بيها الفلسطينيين في إطار محكمة الجنايات الدولية، بنتكلم على تناول على مستوى العواصم الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، العواصم الأوروبية من خلال الأوساط الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر، بنتكلم على الكثير من التحركات الأخرى اللي يجعل البلدان العربية فرادة ويجعل أيضا الجامعة العربية في وضع مريح قوي وهي بتشارك في هذه القمة وشعر بالرضا وشعر بالإنجاز، وده اللي هيخلي القمة العربية إنها تعبر عن عزمها على المضي قدما في بذل هذه الجهود ومزيد من هذه الجهود بالشكل اللي طيب يحدث هذا الفارق. السفير، وحضرتك بتتكلم عن الجهود التي من المفترض أن تحدث المزيد من الفرق في الأزمة الحالية، من الآليات التي تملكها دول هذه القمة وهذه القمة، هذا التجمع الهام، هل نتوقع أن نخرج بإدانات وتصريحات أم نتوقع خروج قرارات ربما؟ ما هي أيضا المسارات المتوقع أن تخرج بها مخرجات هذه القمة برأيك؟ طبعا احنا منتظرين ان هم يصدروا ادانات ويصرحوا بتصريحات على المستوى الجماعي وعلى المستوى الدول فرادة، دليل مناسبة، انما بشكل يتسم بالرشادة وبالحكمة وبالتعقل، لانه يجب توظيف المناخ الدولي الحالي بالشكل اللي يخلينا ندفع بالقضية الفلسطينية في اتجاه انه نجد حل نهائي ليها من خلال الاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وانشاء دولته وعاصمتها القدس، وبالتالي يعني انا بتصور انه هيبقى فيه طبعا ادانات، هيبقى فيه تصريحات، انما هيبقى فيه تدابير بتتخذ بتتسم بالرشادة وفي نفس الوقت بتتسم بالحزم والحسم. يعني أتصور أنه المواقف هتبقى مواقف قوية، لأنه الأرضية اللي بتحرك عليها الزعمات بتحرك عليها الزعمات العربية أرضية قوية وثابتة، وممكن على أساسها أنه يتم اتخاذ موقف موحد بالضغط في سبيل انه يتم حل هذه القضيه اللي استمرت لاكثر من 70 عام. نعم سياده السفير، يعني هذه الازمه الحاليه التي تحاك ليس فقط للدوله الفلسطينيه او للفلسطينيين ولكن للمنطقه ككل، ويقوم بها بعض القوى العالمية كما نعلم جميعا، وهذه يعني الأزمة المدبرة إن صح الوصف،
برأيك كيف يمكن التنسيق وما هي آليات التنسيق المشترك اللي ممكن تقوم بها الدول العربية لتتفادى هذه الأزمات وهذا يعني الأمر الذي يحاك للمنطقة ككل؟ أولا في حاجات كتير انكشفت في الآونة الأخيرة. الضرب بقواعد قانون دولي عرض الحيطة، الاستخفاف بميثاق الأمم المتحدة والأهداف المنظمة الدولية، وسوء استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، وهذا الحشد الكبير من معظم دول العالم اللي بتدعم القضية الفلسطينية وبتأيد إنشاء دولة فلسطينية. طبعا لم يعد ينطلي على أي حد في الدول العربية، وأصبحت مسلحة بمنطق قوي في مواجهة كل من سيستمر في أنه يعطينا دروس في مجال القانون واحترام القانون وسيادة القانون، ولانه الاقنعه سقطت واتكشف الوجه الحقيقي لهذه الدول، اقصد هنا الولايات المتحده الامريكيه والدول الغربيه اللي انبرت منذ اللحظه الاولى في انها تعبر عن دعمها قلبا وقالبا وبشكل اعمى للكيان الفلسطيني، وما كانتش عارفه ايه اللي منتظرها. دلوقتي بتواجه المؤسسات بتاعتها وبتواجه المواطنين بتوعها، وفي زمن السوشيال ميديا يعني اصبح من الصعب جدا انه يتم اخفاء الحقائق او التهرب من تحمل المسؤوليه، وخاصه بالنسبه لهؤلاء اللي قدموا كل الدعم للكيان الاسرائيلي اللي مكنه من ان هو يمارس كل انواع البطش والتعذيب والجرائم والانتهاكات اللي شاهدناها خلال الفترة الأخيرة. وبالتالي الدول العربية هتتحرك، تستمر في التحرك في إطار الأمم المتحدة، مؤسسات الدولية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغير ذلك من المؤسسات. برضو أرجع تاني وأقول بمنتهى الحكمة بمنتهى الرشادة وبمقارعة الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق. نعم سيادة السفير، أيضا الرئيس السيسي من المفترض أنه يعقد عدد من اللقاءات الثنائية الهامة مع الأشقاء العرب على هامش هذه القمة، والحقيقة منذ بداية الأزمة ودعوة الرئيس لقمة القاهرة في بداية الأزمة في أكتوبر الماضي وحتى الآن ومفاوضات التواصل للتهدئة حتى الأسبوع الماضي، كيف نجحت مصر من خلال كل هذه الفترة وكل هذه الجهود بطبع مع التنسيق مع شركائها في المنطقة وأشقائها في المنطقة، كيف نجحوا إلى تغيير مسار أو اتجاه ربما هذه المؤامرة التي تحدثنا عنها وتحجمها؟ السر في كل هذا هو التشاور المستمر والتنسيق المستمر وتوحيد الصفوف وتوظيف شراكاتنا الدولية المتعددة، وهذا لا يستثني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأنه داخل هذه الدول هناك الكثير من المؤسسات التي لم تعد تحتمل مثل هذه الازدواجية في المعايير وهذه الرداءة في السياسات الخارجية حيال هذه المنطقة وبصفة خاصة القضية الفلسطينية. فاللي عايز اقوله هنا انه الدول العربيه عندها في ايديها كروت كتير هتستخدمها خلال الفتره اللي جايه بالشكل اللي يجعلها توفر الحمايه ليها، لانه ما يحاك لهذه المنطقه خلال المرحله القادمه الكثير والكثير والكثير مما يمكن معه ان ندفع ثمن باهظ كدول المنطقة. أنا شايف كمان أن تحركات القيادة المصرية والدولة المصرية صوب تركيا وصوب إيران ومحاولة استعادة الحد المتسني من الاستقرار والأمن والأمان في هذه المنطقة، ده بيواجه منطق آخر بيحاول أن هو يعني ينصب الفخاخ ويكيد لدول وشعوب هذه المنطقة طبعا. ويوقف حركة النمو
في كثير من بلدانها الطامحه لانها تتقدم وتتطور، وانها تسعى بشكل مستمر في انه توازن في علاقاتها الخارجيه ما بين القوى، قوى اليوم وقوى الغد. بشكرك شكرا جزيلا سعادة السفير علي الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وبنستأذن حضراتكم في فاصل قصير ومن بعده نستكمل حلقة اليوم، ابقوا معنا. برحب بحضراتكم مرة تانية، وما زلنا نتحدث عن النكبة التي يعانيها أهل فلسطين من 76 عاما منذ أن وطأت أقدام الاحتلال الإسرائيلي أرضهم بمخطط الاستيطان والاحتلال بدعم من بعض الدول الغربية. ذكرى هذا العام بتختلف عن سابقتها واللي بيشهد فيها العالم كله المجازر والجرائم والإبادة الجماعية والممنهجة والتجويع وقتل الأطفال والنساء والشيوخ اللي بيمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء الفلسطينيين. خلونا نتابع لمزيد من التفاصيل عن أحداث النكبة والمخططات الإجرامية اللي بيتعرض لها الشعب الفلسطيني، بالإضافة طبعا إلى دور المصري الواضح في دعم الأشقاء في قطاع غزة وفلسطين. هنناقشه مع ضيفنا اللي بينضم لنا عبر الهاتف الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية. برحب بحضرتك معنا يا فندم، مساء الخير. تحية الأخت الكريمة ولكل السادات والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. دكتور أيمن، يعني في ذكرى النكبة كيف تتشابه وتتشابك الأحداث مع بعضها البعض والأهداف مع بعضها البعض حتى اللحظة بعد 76 عام من النكبة الأولى؟ يعني 76 عاما من نكبة فلسطين وضياع طبعا فلسطين، لا زال طبعا هناك معاناة يعيشها الشعب الفلسطيني، وهذه العام تأتي النكبة، وقد حاول الاحتلال تكرار مشهد عام 48 وعام 67 مرة أخرى في غزة، ولكن بصمود الشعب الفلسطيني في غزة ووعي عربي وخاصة مصر التي حضرت على لسان رئيسها السيد عبد الفتاح السيسي من خطورة التهجير القسري والطوعي، فكان هذا طبعا تقوية للموقف الفلسطيني الذي طبعا صلبه هذا الموقف وأصر على عدم ترك قطاع غزة وإعادة مشهد النكبة مرة أخرى، خاصة أن سكان قطاع غزة من 65 إلى 70% سكانهم أصلا من اللاجئين، وجرب هذه مشهد النكبة أجدادهم، هم لا يريدوا أن يعودوا هذا المشهد مرة أخرى. طبعا ما أشبه اليوم بالبارح، اليوم احتلال يقتل بدم بارد، يرتكب إبادة جماعية، لكن بالسابق كانت هناك تعمية، لم يكن هناك إعلام، لم يكن هناك أحد يعلم على هذه الجرائم التي ارتكبتها الهجنة وإتسل وليح من هذه المنظمات الصهيونية التي كانت تقتل الشعب الفلسطيني. اليوم يتم عمليات الإبادة الجماعية أمام مرأة ومشهد من العالم، بعد 76 عاما من نكبة فلسطين وضياع فلسطين لم يترك الفلسطين حلمهم بالعودة، ورغم أن قبل الفلسطين العرب بدولة على حدود الرابع من حزيران عام 67 يتحدث عن 22% فقط من أرض فلسطين التاريخية، إلا أن الاحتلال رفض ذلك ورفض فتح آفاق للشعب الفلسطيني. اليوم أعتقد يعني بعد 76 عاما لازال الشعب الفلسطيني من بقى على أرض فلسطين التاريخية عام 48 يقدر ب 2 مليون فلسطيني صامدين شامخين يقاتلون طبعا كما نصنفهم نضال سياسي داخل دولة الاحتلال لنيل حقوقهم، وفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة طبعا يقارعون الاحتلال لنيل حريتهم، والتأكيد على أن صحيح أن الأباء والأجداد ماتوا، ولكن الأبناء لا زالوا يحفظون العهد ويحفظون حتى مفتاح العودة الذي خرج أجدادهم من البيت على أمل أن يعودوا قريبا، ونحن واثقون رغم كل قساوة المشهد بأنها ستأتي لحظة العودة قريبا مهما طال أمد هذا الاحتلال. طيب دكتور أيمن، حضرتك تطرقت للدور المصري، دعني أسألك في هذه النقطة تحديدا، منذ بداية الأحداث الجارية إن صح وصفها بالنكبة الثانية، كيف أفشل الموقف أو المواقف المصرية والخطوات المصرية، كيف أفشلت مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وتفريغ القطاع؟ يعني كما أشرت أختي الكريمة، الموقف كان واضحا، فكرة الاحتلال منذ اليوم الأول للحرب على غزة قالها بشكل واضح، نتنياهو على الفلسطينيين أن يتجهوا باتجاه مصر، وقال رئيس هيئة الأركان ووزير الحرب الإسرائيلي قالت أن على الفلسطينيين أن يذهبوا باتجاه مصر، كان يدرك هذا الأمر القيادة المصرية، هذا يعني تفريغ القضية الفلسطينية، إذا نجحوا في ذلك
في غزة فسينجح في الضفة الغربية والقدس، وبالتالي إزاحة الكتلة السكانية من غزة باتجاه سيناء يعني إزاحة الكتلة السكانية من الضفة الغربية والقدس باتجاه الأردن. لذلك كان لابد من تصليب الموقف الفلسطيني. الموقف المصري كان صلبا في هذا الأمر، بالتأكيد صلب الموقف الفلسطيني بشكل كبير جدا. لم نرى عملية نزوح رغم أنه كان بين الحدود الفلسطينية والحدود المصرية أمتار بين النازحين الذين طبعا يتحملون ضرب مدفعية الاحتلال وطيران ورطش جنوده، إلا أنهم لم يفكروا بالاتجاه باتجاه الحدود كما كان يخطط الاحتلال، وأزاح الكتلة السكانية. يعني خلال الأيام الشهور الأولى من الحرب أصر الاحتلال أزاحة الكتلة السكانية باتجاه رفح، ولكن أمام موقف مصري صلب جعل الموقف الفلسطيني يتصلب أكثر وأكثر، كان الرفض بشكل كبير جدا. يمكن دائما أنا أقول أن مصر منذ اللحظات الأولى كانت طبعا تستشرف هذا الخطر، لذلك مصر في السابع من أكتوبر أعلنت بشكل كامل أن من يتحمل مسؤولية هذه الأحداث هو الاحتلال الإسرائيلي وحكومة اليمين المتطرف التي تحرض ضد الفلسطينيين. ثم عقدت بعد أيام مؤتمر في القاهرة لتؤكد أولا رفض الهجرة القسرية والطوعية، وهنا أمر طوعي يعني الطوعي أيضا تحدي آخر، طبعا رفض الهجرة القسرية والطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة. وفي نفس السياق مصر استخدمت، أنا وصفت الدبلوماسية الخشنة عندما منعت خروج الرعاية الأجانب بدون إدخال المواد الغذائية لقطاع غزة، وكانت أول 150 شاحنة حسب التقارير هي شاحنات مصرية من الحكومة ومن الشعب المصري ومن التبرعات حتى من النجوع ومن الأرياف جمعت للشعب الفلسطيني. طبعا هذا ليصمد أو ليدفع باتجاه مزيدا من الصمود للشعب الفلسطيني، وبالتالي كان الموقف المصري الرسمي والشعبوي هو داعم لصمود الشعب الفلسطيني وعدم تكرار. وأيضا في انتظار يعني الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية اللي بتعقد بالبحرين غدا بشأن القضية الفلسطينية وعدة قضايا عربية أخرى. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، شكرا لحضرتك. ختام جولتنا اليوم هيكون مع اللقاء اللي عقدته وزارة التعاون ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط مع محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جلسة مباحثات مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. أشارت وزيرة التعاون إلى أن الاتحاد الأوروبي هيتيح ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو وده للقطاع الخاص، وأن المؤتمر المزمع عقده هيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية بمشاركة كافة المؤسسات التمويلية وأيضا القطاع الخاص. وأكدت المشاط على العلاقات الاستراتيجية المثمرة مع البنك، وبتعد مصر طبعا عضوا مؤسسا، وأنه من العام 2012 تطورت العلاقات بشكل مستمر لترتفع محفظة الاستثمارات لنحو 12 مليار يورو في 178 مشروع، تم توجيه أكثر من 80% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص. وأشارت إلى أنه أهم ما يميز الاستثمارات في البنك في مصر أنها موجهة بشكل كبير للقطاع الخاص، وهو طبعا ما يتسق مع أولويات وجهود الدولة الهادفة لزيادة إشراك القطاع الخاص في قيادة جهود التنمية، تنمية أيضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا دعم رائدات الأعمال. أصدرت فوربس الشرق الأوسط قائمتها الأقوى لقادة السياحة والسفر بالمنطقة للعام 2024، وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة ب 54 قائد، ثلاثها المملكة العربية السعودية ب 19 قائد، وحظت جمهورية مصر العربية بتسعة قادة بين الأهم في السياحة بالشرق الأوسط. وتصدر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى رئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القبضة قادة السياحة والسفر في مصر، وحل بالمركز الـ 15 بعد أو على مستوى المنطقة بعد قفزة هائلة من المرتبة.
ختام جولتنا من اليوم، بكرة جولة جديدة بمعلومات وتفاصيل جديدة، انتظرونا نشوف حضراتكم على ألف خير.